السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنواصل اليوم في الشطر الثاني اللي هو عنوان ورجيد بوديس Equivalent Systems of Forces. اليوم حنواصل في المحاضرة الرابعة الشطر الثاني. في المحاضرة الرابعة هذه حنشوف المومنت of a couple، حنشوف العزمة بتاعت الكوبل، وحناخذ مثال على ذلك. حنبدأ بشرح المومنت of a couple. أول شيء لازم نعرف بالكوبل، شو معنى كلمة كوبل؟ طيب لو ناخذ two forces يعني قوتين، القوة F والقوة minus F، لازم الاثنين يكون عندهم نفس الماجنتود، يعني نفس القيمة، ويكون الاثنين موجودين على خطين متوازين، ويكونوا الاثنين يعني متعاكسين. يعني لما يكون قوتين عندهم نفس القيمة ومتعاكسين بنسميهم كابل. مثلا لو ناخذ في المثال هذا، عندك القوة في النقطة A اللي هي minus F، والقوة في النقطة B اللي هي F. يعني شايفين اللي ال F والماينس F الاثنين يعني متعاكسين، عندهم نفس القيمة، الاثنين يعني متوازين، يعني هذا من الاثنين بيمثلوا كوبل. هذا كمثال على الكوبل. طيب هنشوف كيف نجيب العزمة بتاعت الكوبل، يعني العزمة بتاعت الكوبل. هناخذ مثلا في المثال هذا، هذه القوة F وهذه ماينس F. طبعا الاثنين بما أنهم الاثنين متوازين ومتعاكسين وعندهم نفس القيمة، يعني أكيد هيكونوا كوبل. هنجيب العزم بتاعهم اللي هو M. أول شيء هيكون يعني القيمة بتاعه الآن هتكون RA cross F، يعني القوة F هذه تبعد مسافة عن نقطة O RA، يعني عشان كده احنا هنجيب العزم بتاعة القوة هذه. نفس الشيء العزم بتاع القوة الثانية اللي هي minus F، هنجيب نفس المسافة اللي هي هنا RB، يعني هتكون RB cross minus F. هنا المعامل المشترك هو نفسه F، يعني بنجيب ال F كمعامل مشترك، تصبح RA minus RB كله across F. طبعا RA minus RB هي نفس المسافة هذه اللي هي R، علشان كده نعوضها هذه الاثنين بال R، تصبح R across F. لكن ال R across F معروفة اللي هي R في ال F في الساين تيتا، والساين تيتا اللي هي الزاوية ما بين المحور بتاعت القوة F وما بين المحور بتاعت الR، هذه هي الزاوية تيتا. طيب لكن شو بتمثل R ساين تيتا؟ الR هذا من الاثنين، الR والساين تيتا، يعني الR ساين تيتا بتمثل المسافة هذه اللي هي المقابلة، اللي هي حنسميها دي. في النهاية الآن بتكون الF في الدي. يعني الملخص بيقول انه لما يكون عند كوبل زي ما شايفين هنا الاف وماينس اف، هذا الاثنين كوبل، العزم بتاعهم ام شو بيكون؟ بيكون الاف في الدي. الاف اللي هي قيمه القوه هذه ولا هذه، بس هي نفسها لان القيمه المطلقه، في الدي اللي هي المسافه العموديه ما بين المحور بتاعت القوتين الاثنين اللي هم يكونوا الكوبل هذا. يعني هذا هو القانون الاساسي، يعني كل طالب لازم يكون عارف القانون هذا. يعني لما يطلب منك كوبل بتاعت العزمة بتاعت الكوبل، بتضرب القوة F في المسافة دي اللي هي المسافة العمودية ما بين المحورين. يعني هذا هو القانون الأساسي بتاعت المومنت أوف الكوبل. هناخذ مثال على ذلك. السؤال بيقول لك اعطيني المحصل بتاعت الكوبل الموجود على الشكل التالي. مثلا هذه القوة قيمتها 25، طبعا عشان نحصل على كوبل لازم نلاقي ماينس 25، هذه ماينس 25، شايفين ماينس 25. نفس الشيء هذه القوة 30، ناقص هذه ناقص 30، يعني هذا من الاثنين مع بعض بشكل كوبل 1، وهذا من الاثنين مع بعضهم بشكل كوبل 2. يعني احنا حنجيب العزم بتاع الكوبل 1 والكوبل 2. طيب هنستعمل نفس القانون اللي هو العزم بيقول الاف في تي. لو نشتغل على الكوبل الاول، يعني حيكون القيمه بتاعه 25 صح ولا، والمسافه العموديه ما بين المحورين الاثنين ما بين المحور 25 هذا وال25 هذا، حتكون المسافه هذه 2 متر، يعني حتكون 25 في الاثنين، يعني هذا بيمثل العزم بتاعت الكوبل الاول. بالنسبه للكوبل الثاني، يعني هذه قيمه القوه 35، والمسافه العموديه ما بينهم الاثنين اللي هي نفسها المسافه اللي هي المسافة ما بين القوتين الاثنين اللي هي هذه اللي هي 3 متر، يعني بتكون 35 في 3، الناتج بيكون 155 نيوتن متر. هذا المحصل بتاع العزم بتاع الكوبل الأول والكوبل الثاني. وشكرا لكم، إن شاء الله في محاضرة